عمدة عربية في تاريخ كندا. نعم، إنها دورين أسعد الكندية من أصول مصرية، والتي فازت بمنصب عمدة مدينة بروسار بمقاطعة كيبك بكندا، لتصبح أول عمدة عربية في تاريخ البلاد منذ اكتشافها في القرن الخامس عشر. ونجحت أسعد في الحصول على أكثر من 39% من نسبة الأصوات في انتخابات البلدية، فيما حصل أقرب منافس لها على 25% من الأصوات. دورين تقيم في مدينة بروسار منذ 15 عاما، وفازت بعضوية مجلس المدينة عام 2009، وقررت الانضمام للعمل العام لتشارك كعضو في مجلس المدينة. وشكلت حملتها من الجالية المصرية في مونتريال حتى تمكنت من الفوز بمنصب عمدة المدينة. دورين خريجة كلية الرياضة التطبيقية وعلوم الحاسب الآلي في مونتريال، وهي واحدة من أهم الشخصيات في العمل العام وناشطة في مجال حقوق الإنسان. عملت دورين في العديد من لجان المجالس البلدية، ومنها لجنة الأسرة والمسنين واللجنة المشتركة بين الثقافات. بالإضافة إلى ذلك، هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج دورين أسعد بفوزها بمنصب عمدة مدينة بروسار، معربة عن فخرها وسعادتها بالمرأة المصرية المهاجرة وما تحققه من نجاحات ترفع اسم وطنها بالخارج.